تعالوا احكي لكم على مكالمه الدليفري. الو كبابجي الشرق. يا ماما يا حبيبتي، انت بقالك سنتين بتكلمي نفس الراجل ومسايبه رقمه، عايزاه يرد يقول لك ايه مثلا؟ حلواني الغرب. انا امي على طول على طول بتحس بالظلم. يعني انا صغير مثلا رحت لها وقلت لها ماما هو ليه ما فيش عيد اب؟ ليه بس في عيد ام؟ راحت بدأت اتعصبت جدا، راحت قالت لي ادم مش في ابو الهول ومفيش ام الهول؟ مش في علي بابا ومفيش علي بابا؟ مش في بابا نويل ومفيش ماما نويل؟ ما ترحمونا بقى، تبصونا في اليوم بتاعنا كمان. بس كفايه بتضحكوا على ايه؟ قوموني قوميني من هنا يا صاحبه. يا بتضحكوا على ايه؟ عشان بيتريق على امه؟ دي قله ادب. ارجوك يا ديدي اهدي بس ارجوك. قوميني. ما انا مش عارفه انا اقوم. قوميني يلا. طيب طيب قومي 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 قومي. استني ادم. سوري يا جماعه، ده كان وقتي، انا اسف. باي باي. يا لهوي على الضحك اللي ضحكتيها صدفه. والله ما كان ليها لازمه ابدا الخروجه المهببه دي. اهدى اللي ما كانش ليها لازمه، ده انا ضحكت ضحك ما ضحكتوش في عمري الا لما قال. بس بقى مش عايزه اسمع قال ايه. روحي هاتي لي حاجه بسكر. قال ايه؟ دمي اتحرق. حاضر. والله يا ديدي قال دمه شربات. والله تعالي دمه شربات. ايوه حاضر جايه اهو. يا اللي بتخبط ما تعكروش مزاجنا بقى. ثانيه واحده. النجمه عندنا. ازيك؟ ميرسي ميرسي. اهلا بحضرتك. اتفضل اتفضل. ده انت كنت عسل في الحفله والله العظيم. انا ضحكت ضحك. نجم النجوم عندنا. اهلا اهلا. ده ادم. ايوه هو شكله جاي يصالحك. انا مبسوط قوي يا ماما النهارده. انا بقى مش مبسوطه خالص وعايزه انام بدري. حضرتك ادم مستني اليوم ده بقاله كتير قوي. مين دي؟ دي نادين البرودوسر بتاعتي. يا لهوي ده حضنها. اه هي اللي مشغلاك بقى مش كده؟ لا بالعكس اكشلي، ده هو اللي مشغلني. انا ونادين بنشتغل مع بعض. واللي انتوا بتعملوه ده بتسموه شغل؟ ايوه يا ديدي. انت ما شفتيش الصاله؟ ما كانش فيه ولا كرسي فاضي. لا ما شفتش الصاله لاني ما بشوفش.